بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 63 بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائلة أم أيمن، تقول: فضيلة الشيخ، استفسر عن سورة الناس. أولا اشرحوا لي سورة الناس، وما وجه المقارنة بين هذين اللفظين الوسواس الخناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الناس هي آخر سورة في المصحف، وهي سورة عظيمة. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة جميعا أن يستعيذوا بالله من شر الوسواس الخناس. والوسواس هو الشيطان، والخناس لأنه ينخنس عند ذكر الله أي يتأخر، فإذا ذكر العبد ربه انخنس وتأخر، وإذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس وقرب من العبد، فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الله، وخناس عند ذكر الله عز وجل. وفي أولها يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس، أي ألتجئ بالله سبحانه وتعالى، ملك الناس، إله الناس. هذه فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب الناس، وتوحيد الألوهية إلى توحيد الألوهية في قوله إله الناس، توحيد الأسماء والصفات في قوله ملك الناس. ففيها توحيد، أنواع التوحيد الثلاثة، ختم الله بها القرآن كما بدأ بها القرآن في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. فبدأ الله القرآن أو المصحف بتوحيد بأنواع التوحيد الثلاثة، وختمه بأنواع التوحيد الثلاثة: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. والإله معناه المعبود بحق. من أي شيء يستعيذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس؟ يستعيذ من شر الوسواس، أي من شر الشيطان. نعم. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لتقبيل الأخوات والعمات والخالات من المحرم، هل هو جائز أم غير جائز؟ يجوز أن يقبل محارمه من النساء، لكن على رؤوسهن، ولا يقبل خدودهن أو أفواههن، إنما هذا للزوج. أما المحرم فيقبل محرمته، يقبل من هي من محارمه من النساء على رأسها، ابتعادا عن الفتنة. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ محمود يقول في هذا السؤال: نحن جماعة نعمل بمزرعة كبيرة ونأكل مما تنتجه هذه المزرعة، فهل هذا حلال أم حرام، علما بأننا لا ندري أن صاحب المزرعة يعلم بأننا نأكل من ذلك أم لا، فنرجو الإفادة. الشيء اليسير الذي جرت فيه العادة لا بأس به، أما الشيء الكثير فلا بد من استئذان
صاحب المزرعة إلا إذا علم أنه يسمح بذلك. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، حدثونا عن صلاة الحاجة وعن عدد ركعاتها، وهل هي واردة؟ لا أعرف شيئا عن صلاة الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة هدى من الأردن تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للحلق من الذهب والغوايش، هل عليها زكاة؟ هذا السؤال عن حلي الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة، صحيح أنه لا زكاة فيه لأنه من المستعملات ولا يعد للنماء والتجارة، فهو مثل الملابس وغيرها مما يستعمله الإنسان، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم. السائل من كينيا يقول: فضيلة الشيخ، إذا صلينا خلف إمام مبتدع ويشتغل بأعمال الشعوذة والسحر، هل صلاتنا صحيحة؟ وهل نعيد ما صليناه من صلوات كثيرة خلف هذا الإمام المبتدع؟ لا تصح الصلاة خلف الإمام الذي يشرك بالله عز وجل أو يستعمل السحر، لأن السحر كفر بالله عز وجل. فعليكم أن تعيدوا الصلوات التي صليتموها خلفه، إلا أن تكون صلوات كثيرة جدا، فعليكم بالتوبة إلى الله والابتعاد عن هذا الإمام، ولا يجب عليكم إعادة الصلوات الكثيرة التي تشق عليكم. أما إن كانت صلوات يمكن إعادتها فإنكم تعيدونها لأنها غير صحيحة. نعم. يقول هذا السائل: ما معنى فضيلة الشيخ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ معناه واضح، عدم صحة صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها ركن من أركان الصلاة، وهذا في حق الإمام وحق المنفرد. أما المأموم فالجمهور على أن قراءة الإمام تكفي عنه، يتحملها الإمام عنه، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا في الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كنت لا أصلي باستمرار، ما الذي أفعله فيما تركته من فروض، وما وقت الفروض؟ هل هي بعد الفرض الحاضر أم قبله؟ كيف تؤدى الصلوات الفائتة؟ إذا كنت تاركا للصلاة متعمدا فعليك التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة في المستقبل، وأما ما مضى فلا تقضيه لأنك لست على الإسلام. في كل الفترة التي تترك الصلاة فيها متعمدا لست على الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. الله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، معناه أنه كافر. قال سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقرن ترك الصلاة بالتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والآيات والأدلة على أن تارك الصلاة كافر، الكفر المخرج من الملة، كثيرة. فعليك أن تتوب إلى الله وأن تحافظ على الصلاة في المستقبل. وأما إذا كنت تركت الصلاة ناسيا لها أو نائما عنها، فإنه يلزمك القضاء، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. السائلة من اليمن أرسلت بثلاثة أسئلة تقول: ما هي الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم؟ الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم كثيرة، منها أولا صدق النية،
والإخلاص لله عز وجل. ثانيا الاستعانة بالله، تسأل من الله يعينك على حفظ كتابه عز وجل. ثالثا الاجتهاد في الحفظ، الاجتهاد في الحفظ وترتيب الحفظ في كل يوم حتى تنتهي من القرآن كله، بأن تحفظ كل يوم قدر ما تستطيع حتى تحفظه كله شيئا فشيئا، ولو كان يسيرا في اليوم تحفظ عدة آيات في اليوم وتداوم على ذلك وتستمر، فإنك في النهاية ستحفظ القرآن بإذن الله عز وجل. وأيضا من أسباب حفظ القرآن كثرة تكراره، قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فعليك بكثرة التلاوة وكثرة التكرار في القرآن الكريم حتى ولو كنت حافظا له، لأنك تنساه إذا تركته ونسيته ولو كنت حافظا له. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة من اليمن صاد ميم حا، أيضا من أسئلتها يا شيخ، تقول: هل قيام الليل واجب على القادر عليه؟ وما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ قيام الليل ليس واجبا، الواجب الصلوات الخمس، وأما ما عدا الصلوات الخمس فإنه غير واجب، فإنما هو سنة. قيام الليل مستحب وهو أفضل من صلاة النهار، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة الليل إلا المكتوبة، فهو سنة مؤكدة. نعم. فضلت شيخ، الحقيقة الأخ السائل يقول: يسهر الكثير من الناس حتى قبيل الفجر فيتركون العبادات، وذلك هذا السهر أمام القنوات، فلعل لكم توجيه لهم حول هذا الموضوع. هذه خسارة عظيمة، السهر على القنوات لو لم يكن فيها إلا أن من يسهر عليها يتخلف عن صلاة الفجر ولا يستطيع أن يصلي الفجر، والوسيلة إذا كانت تؤدي إلى محرم فهي محرمة، فالسهر الذي يؤدي إلى ترك الصلاة هذا سهر حرام. وثانيا أن السهر على القنوات التي تأتي من هنا وهناك تحمل الشرور والفتن والإباحية وفعل الفواحش، هذا يؤثر على الإنسان في دينه، فيتأثر بهذه القنوات، فحينئذ يفعل الفواحش ويرتكب الذنوب، لأنه يتأثر بما يفعل في هذه القنوات وما يشاهده، فهي تربيه تربية خبيثة، تربي أولاده ونساءه تربية خبيثة. وثالثا أنها تحمل على الاقتداء بهؤلاء وتقليد هؤلاء والتشبه بهم في أفعالهم وهيئاتهم، وكل هذه أمور محرمة شديدة التحريم. فالواجب على المسلم أن يخاف الله وأن يتقي الله ولا يفتح على نفسه جبهة فساد وعلى أولاده وأهل بيته، لأنهم أمانة في عنقه وهو راع عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الواجب على المسلم أن يخلي بيته من هذه القنوات الفاسدة المفسدة، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أولاده وأهل بيته، وأن لا يكون قدوة سيئة لجيرانه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو بكر من مدينة جدة يقول: ما معنى حديث الذي ورد فيما معناه لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الرجل يصوم يوما خاصا به؟ هذا فيه النهي عن الصيام قبل رؤية الهلال على أنه من رمضان،
فيه النهي عن صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، لأن هذا تقدم للشهر وزيادة على الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فلا يجوز للرجل أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يقول هذا من باب الاحتياط، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نصوم على رؤية الهلال ولم يأمرنا بأن نصوم قبل الرؤية، لأن هذا فيه زيادة على العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج مواقيت للعبادات والآجال التي يتعاملون بها، فهي مواقيت للناس، ومنها أنها مواقيت للصيام. ويوضح هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فعلق الصيام بالرؤية. أما من كان يصوم تطوعا من شعبان فلا مانع أنه يصوم تطوعا، لا على أنه من رمضان ولكن على أنه صوم تطوع. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل أبو بكر يقول أتيت يوم العيد كي يؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحد من المساكين فرجعت بهذه الزكاة، فماذا أفعل الآن؟ هل علي إثم في هذه الحالة؟ يجب عليك إخراج صدقة الفطر ولو بعد يوم العيد ليكون هذا قضاء، لأنها دين في ذمتك، فيجب عليك المبادرة بإخراجها ودفعها للفقير، ويكون ذلك قضاء له. نعم. جزاكم الله خير. آخر أسئلة السائل يقول هل هناك تسمية تسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة أم لا؟ البدعة كلها سيئة، ليس فيها شيء حسن، قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فقال كل بدعة ضلالة ولم يستثني منها شيئا. فالذي يقول هناك بدعة حسنة هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أبو عبد الله بالنسبة للذبيحة التي تذبح عند بناء المسكن وعند النزول في البيت الجديد ويجتمع عليها الأصدقاء، هل في ذلك حرج؟ الذبيحة التي تذبح في المسكن عند النزول فيه من باب الفرح والسرور هذا من المباحات، هذه من المباحات إذا كان القصد منها الفرح والسرور وجمع الأقارب والأصدقاء فلا بأس بذلك. أما إذا كان يقصد بها دفع شر الجن كما يفعل بعض المخرفين يذبح الذبيحة دفع لشر الجن، هذا شرك بالله عز وجل ولا يجوز. بعضهم يذبحها على المدخل ويأخذ من دمها ويرشها على المدخل اتقاء للجن، هذا شرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تسأل عن الرضاعة، تقول فضيلة الشيخ أمي أرضعت عمتي إلا أنها أي أمي لم تذكر عدد الرضعات، مع العلم بأن أمي تقول بأنها تشعر بحرارة في صدرها عندما تذكر لنا قصة الرضاعة، والسؤال هل تكون عمتي أختا لنا أم لا؟ إذا كان الرضاع يبلغ 5 مصات فإنها تكون أختا لكم، تكون عمتكم أختا لكم من الرضاعة. فإذا كانت رضعتها رضاعا كثيرا يغلب على ظنها أنها 5 رضعات أو أكثر فإنها تكون أختا لكم من الرضاعة، قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولحديث عائشة 5 رضعات معلومات يحرمنا، والمراد بالرضعة المصة من اللبن ثم يعود إليه مرة ثانية ويمص، فإذا أكمل 5 مصات لبن صار ابنا للمرضعة وأخا لأولادها. نعم. إذن الشيخ الأحكام المتعلقة بالرضاعة نقول كم يا شيخ؟ الرضاعة تثبت المحرمية فقط. نعم. تثبت المحرمية فقط ولا تثبت الميراث ولا تثبت الولاية، هذا خاص بالنسب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من الرياض أبو إبراهيم
يقول: هل كل إنسان كافر يرغب في الدخول إلى الإسلام يعتبر من المؤلفة قلوبهم ويعطى من الزكاة؟ نعم، إذا كان يرجى بإعطاء الزكاة أن يرغب في الإسلام ويدخل فيه فهذا مشروع. قال الله تعالى: والمؤلفة قلوبهم، في مصارف الزكاة ممن يرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو يرجى كف شره عن المسلمين ولو لم يرجى إسلامه. الكافر يعطى منها إذا كان ذلك يكف شره عن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. من الأردن السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للحيوانات الأغنام والأبقار، هل عليها زكاة؟ إذا كانت معدة للدر والنسل وكانت ترعى من الكلى من العشب أكثر الحول وتم عليها سنة فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا لهذه الشروط: أولا أن تكون للدر والنسل، إن كانت للتجارة فلها حكم آخر. ثانيا أن تكون قد بلغت النصاب، والنصاب يختلف، نصاب الإبل عن نصاب البقر عن نصاب الغنم. ثالثا أن يتم عليها حول يعني سنة تجب فيها الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل. رابعا أن تكون سائمة، يعني راعية من الكلى أكثر الحول أو كل الحول. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل والناس عين يقول: فضيلة الشيخ، لماذا سميت اليمين الغموس؟ وهل يوجد كفارة لليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي أن يحلف الإنسان على أمر ماض كاذبا عالما، أن يحلف على أمر ماض كاذبا عالما. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: كفارة اليمين ماذا تشمل إذا أردت أن أخرجها؟ تشمل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين، فيها تخيير وفيها ترتيب. فيها تخيير بين الخصال 3 وهي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو اعتاق رقبة من الرق، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم. السائلة لام عيني تقول: عندي شغالة ولم أؤدي عنها زكاة الفطر لمدة 6 سنوات جهلا مني، ولم أكن أعلم بأن زكاة الفطر تكون علي، وبعد أن علمت بذلك ماذا يتوجب علي الآن في 6 سنوات ماضية؟ صدقة الفطر إنما تكون على نفس الشخص، يجوز أن يتحملها غيره عنه، كالذي ينفق عليه يخرج زكاة الفطر تبعا للنفقة، وإلا فالأصل أنها واجبة على نفس الشخص على نفس المسلم. هذه الشغالة تجب الزكاة عليها هي صدقة الفطر، إلا إذا أديتيها عنها فإنها تجزئ عنها، ليست واجبة عليك وإنما تجب عليها هي، فعليك أن تنبهيها. إذا لم تخرجي عنها فنبهيها أن تخرج عن نفسها، وإن أخرجت عنها قضاء تجمعين صدقة الفطر عن عدة سنوات تخرجينها وتدفعينها للفقراء فيكون هذا قضاء ويكون هذا من الإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. الأخوات ميم فاء وواو فاء لهن سؤال يقولن فيه: هل يجوز لنا الكلام أو التحدث مع الآخرين داخل دورات المياه، علما بأننا نقوم ببعض الأعمال داخل هذه الدورات كغسل الثياب وغيرها نظرا لظروفنا؟ لا بأس بالكلام داخل الدورات إلا إذا كان الإنسان يقضي حاجته يتبول أو يتغوط، فإنه لا يجوز أن يتكلم في هذه الحالة. أما إذا دخل دورة المياه لتنظيفها
أو غسل ثياب ونحو ذلك، فلا بأس أن يتحدث مع الآخرين. نعم. السائل محمد من مصر الشرقية يقول: ذهبنا للحج في العام الماضي ووجدنا الناس يرمون الجمرات في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر، فرميت معهم، ولكنني سمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون بأن رمي الجمرات بعد الزوال، ونظرا لأنني لم أستطع الرمي في ذلك اليوم بسبب الإرهاق والزحام، فماذا يلزمني؟ مأجورين. نعم، الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا يصح، لأنه رمي قبل الوقت، وقت الرمي إنما يبدأ بزوال الشمس، رميك قبل الزوال غير صحيح، فعليك أن تذبح فدية في مكة، أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. إن ذهبت أنت إلى مكة فذبحها ووزعها، وإلا وكل من يذبحها في مكة نيابة عنك ويوزعها على الفقراء. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا.